دكتور ممدوح، لو بنتكلم على تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بيضم كل مؤسسات العمل الأهلي التنموي، وطبعا في القلب منها مؤسسة العربي بالتأكيد اللي شريك رئيسي من ضمن شركاء النجاح لهذا التحالف، عاوزين نعرف ازاي قدرتم خلال وقت قياسي قليل، بنتكلم في 16 شهر، قدرتم ان انتوا تعظموا من قيمة العمل الأهلي او العمل الخاص بمؤسسات المجتمع المدني تحديدا وتفيدوا اكثر من 37 مليون مواطن. هو حضرتك القصة ان احنا ازاي بنجمع اصحاب الهدف الواحد زي ما حضرتك قلت. طيب. عشان نجمعهم لازم نعرف بعض الاول، لازم نعرف مين اللي شغال في التخصص الفلاني، لان احنا فعلا شغالين في مجالات متعددة. عشان نتوحد كلنا مع بعض بيحصل نوع من اللي هو تعظيم الجهود. لان لو احنا شغالين في نفس المكان على نفس المواطن في بنفس التخصص بنكمل بعض بشكل سليم، وبنقسم مع بعض دور كل واحد فينا. ففي الحاله ديت حضرتك المؤسسات اللي شغاله كان 24 في الاول، دلوقتي 34، ومنتظر ان شاء الله هيزيدوا في ظل القانون الجديد ان شاء الله واللائحه التنفيذيه بتاعته. هتلاقي حضرتك العدد اللي بيستفيد المواطنين بيزيد، ومش بس كده، الخدمات المقدمه للمواطن بتبقى يعني مش عدد المواطن، عدد الخدمات. فانت حضرتك لما بتحسب عدد المواطنين فعلا هم اكتر من 35 مليون، لكن تشوف الخدمات ممكن المواطن ياخد 5 أو 6 خدمات. صحيح.